للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إيهاب الحنفي، منسق عام صندوق التنمية الحضرية من رئاسة مجلس الوزراء والمتحدث باسم الصندوق. برحب بحضرتك أستاذ إيهاب، ضعني في صورة تفاصيل الصندوق وما يوفره من وحدات سكنية في المحافظات المذكورة. نعم، مساء الخير. طيب خليني أوضح سريعا، يمكن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، يمكن دي مبادرة رئاسية. لازم اوضح ان يمكن يعني دي في الحقيقه كان ليها فلسفه، ان احنا عندنا اراضي كتيره داخل العواصم والمدن الكبرى في المحافظات وغير مستغله. ففي الحقيقه فخامه الرئيس ادى توجيه سريع ان احنا لازم يحصل حصر الاراضي دي، وانت عارف الحقيقه اللي هي بتبقى شون، بتبقى مخازن، وان احنا ازاي نستفيد بيها. ويمكن ده كان حلم، يمكن كان الفئات بقى المتوسطه من فئات الشعب المصري كان بيحلموا بيه، ان يبقى فيه، وده يمكن الفرق، ما ان الصندوق بيطرح وحدات سكنيه داخل المحافظات والمدن الكبرى غير الاسكان الاجتماعي اللي هو بيبقى في المجتمعات العمرانيه الجديده. في الحقيقه احنا دلوقتي زي ما حضرتك ذكرت يمكن في المقدمه، ان احنا في طرح لوحدات اللي هم 1284 وحده، دي مرحله عاجله او بنقول يعني نسبه بسيطه كده، بس بنشوف الاجواء ايه. وطبعا الوحدات احنا ما بنطرحش كصندوق، ما بيطرحش الا بعد المشروع ما بينتهي وبيكون كامل الخدمات بالكامل، وده برضو يمكن ميزه اخرى في الطرح اللي بيطرحه الصندوق. ما هي شروط التقدم والقبول لهذه الوحدات السكنيه؟ لا خليني اقول بقى ان ما هو حضرتك ده كله احنا بنقول سكن لكل المصريين، يعني دي مبادره رئاسيه اللي هيتقدم. احنا يمكن كان من حوالي يعني 10 ايام او اسبوعين كان حصل اتفاقيه تعاون ما بين الصندوق و يعني كان في مجلس الوزراء وما بين البنك التعمير والاسكان. في الحقيقه لان اللي هو يعني البنك هو يعني زي اجراءات العاديه اللي احنا بنوفر الوحدات، والتعامل بيبقى من خلال بنك التعمير والاسكان ضمن استراتيجيه طبعا الدوله ان احنا بنحقق التطوير العمراني في محافظات مصر بالكامل. طيب استاذ ايهاب، يعني ايا من يريد التقدم يتقدم اذا لهذا المشروع او هذه المبادره ويحصل على وحده سكنيه كما يرغب؟ اه طبعا. وخليني بس انا مش عايزين نستعجل الامور، يمكن لسه زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه ان مجلس الاداره انعقد امبارح، ابتدوا يعني وضحوا فيه بعض الطرح، و يعني تم الموافقه على اسلوب الطرح اللي هيحصل، وفي اعلان طبعا هينزل وهيتوضح فيه كل الاشتراطات اللي مطلوبه، وبالتالي اي مواطن طبعا ممكن يقدم فيها. ويعني في المحافظات طبعا المرحله العاجله اللي حضرتك ذكرتيهم في بدايه الحديث. يعني طيب ماذا عن التمويل؟ التمويل بالنسبه للمواطن؟ بالنسبه للمواطن هل سيدخل مشروع التمويل تيسيرات في التمويل؟ آه طبعاً لمن سيتقدم؟ طبعا داخل طبعا ضمن الموضوع ده التمويل العقاري تحديدا طبعا. ما احنا عشان كده بقول لحضرتك احنا دخلنا يمكن في بروتوكول اللي اتعمل مع يعني البنك التعمير والاسكان اللي هو بيطبق اللي هي المبادره بتاعه اللي هو المبادره اللي هي بتاعه رئيس الجمهوريه برضه اللي كانت طرحت قبل كده. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ ايهاب الحنفي، منسق عام صندوق التنميه الحضريه برئاسه مجلس الوزراء والمتحدث باسم الصندوق.